يعني مستمرين في الحديث عن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وفي اهتمام كبير جدا بيحصل في الذكاء الاصطناعي في مجالات كثيرة جدا، خصوصا تطبيقات الخرائط المتطورة والمصممة لتحسين تجربة استخدام خرائط جوجل في التنقل. خليني كمان أقول لكم أنه اكتشاف الطرق بشكل جديد دي من الحاجات المهمة قوي يا مصطفى. الذكاء الاصطناعي يعني إذا دخل في هذا الأمر بالتأكيد بيخدمنا وبيخدم ملايين المستخدمين حول كوكب الأرض. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية التطوير اللي بيحصل في الذكاء الاصطناعي من خلال ضيفتنا الدكتورة شيماء حمدي، عضو هيئة تدريس كلية تكنولوجيا المعلومات والحاسبات بجامعة طنطا. أهلا بك يا دكتورة. اهلا بحضرتك فندم، اهلا بحضراتكم جميعا، صباح الخير عليكم وعلى كل المتابعين وعلى مصر كلها. يعني انا عايز اقول لحضرتك، انا مثلا من سكان المقطم، وده بيحصل فيه تطوير كبير جدا في ما يتعلق بالطرق وبالمحاور المروريه. يوم بعد الاخر بنلاقي جوجل مابس ابديتد بهذا الامر. الكلام ده ما كانش بيحصل بالمناسبه مثلا من 6 شهور فاتوا. معنى ذلك ايه؟ استخدام البيانات الأكثر واستخدام يعني المدخلات للخرائط بشكل أفضل، وبالتالي عندنا عمليات معالجة البيانات الضخمة وتحليلها يدي حضرتك نتائج أفضل، وبالتالي حضرتك بتستخدمها يوم ورا يوم في إيجاد الطريق الأفضل اللي حضرتك تمشي عليه بشكل يومي، عن طريق بقى معالجة البيانات وتحليلها، ويعني بتقدر البرامج الخاصة بخرائط جوجل إن هي تستنتج الطرق بشكل أفضل لحضرتك تمشي عليها. طيب خلينا نتكلم عن إزاي الذكاء الاصطناعي يقدر إن هو يحلل، خلينا نقول بيانات أضخم أو بيانات أكتر. في يمكن ربع مليار موقع على خرائط جوجل، التعامل مع أكتر من 300 مليون مرشد محلي، إزاي ده بيتم؟ وإزاي زي ما كان مصطفى بيقول الأبديت السريع ده بيحصل؟ عن طريق عمليات التريننج، وعن طريق عمليات يعني إحنا بشكل المبرمجين بشكل دائم بيعملوا عمليات إدخال جديدة لبيانات جديدة. بتقدر البرامج اللي هي خاصة ب زي خرائط جوجل والمابنج والتتبع عموما ان هي تستخدمها عن طريق التريننج، حاجة اسمها تريننج بنستخدمها. طب ده لو بيحصل بالفعل دلوقتي، لو عايزة اتكلم عن المستقبل، يعني هيحصل ده ازاي قدام انه يضم اكتر من ربع مليار موقع خرائط؟ ما هو عمليات التريننج وعمليات المعالجة بعد كده وعمليات التحليل، ده هو أصلا جزء تقني بيتم بالطريقة دي، عمليات التدريب اللي هي التريننج. بس في عنصر بشري في القصة ولا ما فيش؟ يعني المرشدين أكيد بتوع أكيد جوجل. حضرتك أصلا لما بتيجي تدخل النهاردة وتعمل ريجستريشن على أي موقع بيجي قبل عملية السبميشن ممكن يقول لك سيلكت كده مثلا الترافيك الطرق التري، يعني بي 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 بيطلب من حضرتك إن حضرتك تختار معاه صور لي مثلا يعني إشارات المرور، العربيات اللي موجودة في الطرق. حضرتك أنت كده بتساعد على كعنصر بشري ان انت بتدخل له بيانات، ما الصور واجابه حضرتك دي بيغذوا بيها بعد كده الماشينز والبرامج الخاصه بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي انت بتساعده على ان هو يتعلم ويتدرب ويستنتج بعد كده. طيب بقى في دلوقتي اسئله زي مثلا نقدر نسالها لجوجل انه اقترح عليا مثلا اماكن اتغدى فيها او اتمشى في مكان مثلا، ايا كان الاسئله دي بناء على كمان اللي بيسموها البريفرنسز او الاهتمامات السابقه. ازاي اقدر اطوع الذكاء الاصطناعي او اكيف الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع اللي انا عايزاه او اللي انا بطلبه منه؟ عن طريق بقى الممارسه وكثره عمليات البحث الخاصه بالشخص الواحد والتفضيلات اللي عندي اللي هي الفيفوريت، هو بيستنتج من خلال تعاملاتي انا مع الموبايل وعمليات البحث انا عايز ايه، وبيبقى ان هو يعمل من نفسه جنريت لي يعني الاماكن المفضله عندي واللي انا ممكن اروحها واللي انا ممكن امشي عليها واللي انا ممكن اختارها اكل فيها. ده نتيجه عمليات يعني الداتا اللي انا بستخدمها والكلمات اللي انا بستخدمها في عمليه السيرش عندي. صحيح صحيح. على اي حال المستقبل بشكل عام لهذه التكنولوجيا، تكنولوجيا تحديد المواقع والقرائن. شكرا لك يا دكتوره شيماء
حمدي عضو هيئة تدريس كلية المعلومات والحاسبات بجامعة طنطا.